فيما يخص المقابلة اللي جراها الفريق الوطني المغربي أمام إفريقيا الوسطى يوم السبت، فطبعا تغيرت فيها واحد مجموعة تاع الأشياء. أولا على مستوى التركيبة البشرية، وخاصة على مستوى الدفاع، عرفنا كانت بعض الغيابات، وبالتالي فكان ضروري من إعطاء فرصة لبعض اللاعبين، وتعطت فرصة طبعا اللاعب العمري من الرجاء الرياضي على مستوى الجهة اليسرى، وكذلك اللاعب حركات لاعب فريق الوداد الرياضي، وهذو اللي هما كيتنادى عليهم لأول مرة، ونفس الوقت أنه كياخذوا فرصة ديالهم باش كيلعبوا رسميين. إذا على مستوى الدفاع يمكن نقول على أن هذوج اللاعبين طبعا كانوا في مستوى الحداثة، عطاو مقابلة جيدة، وهذا شيء كيخلينا كنطمئنوا ليس فقط على النوعية تاع اللاعبين اللي هما حركات سوب العمري، ولكن كذلك على المنظومة وعلى البيت تاع الفريق الوطني المغربي اللي كيحتضن أي لاعب في أي لحظة من اللحظات، وبالتالي كيلقى راسو أنه داخل الفريق الوطني وكأنه يعاشرهم منذ سنوات، وهذا شيء اللي هو جيد بالنسبة للعائلة تاع الفريق الوطني المغربي. أما على المستوى الهجوم فأكيد على أن غياب لاعب زياش وكذلك إبراهيم دياز كانت بعض العلامات تاع الاستفهام تطرح، كيف سيملأ وليد الركراكي هذه الغيابات، وكيف سوف يكون النهج تاع التنشيط الهجومي. وبالتالي فكان الحمد لله على ان ارتأى وليد الركراكي انه يلعب بجوج المهاجمين اللي هو طبعا اللاعب رحيمي واللاعب الكعبي على مستوى الهجوم، اضافه طبعا الى بن صغير واللاعب زلزولي. ويمكننا نقولوا على ان هذا اللاعبين باربعه الان كيتالقوا في بدايه هذا الموسم مع الفرق ديالهم. وفيما يخص التوظيف ديال هاد اللاعبين والمساحه تاع الابداع اللي كانت عطاتهم كانت جيده، بحيث كنا كنشوف في الجهه اليسرى كانت نشيط بين الزلزولي وبين بن العمري وكذلك اللاعب بن صغير، واللي عطاونا واحد النوع تاع التوازن مقارنه مع الجهه اليمنى اللي دائما كتكون نشيطه في تواجد اللاعب اوناحي وكذلك المدافع الايمن حكيمي، اللي مره اخرى كيبين على انه كعامد فريق لاعب اللي كيمكن له دائما يحتضن جميع اللاعبين ويعطي العون النفسي لهاد اللاعبين. إذن كان واحد نوع تاع توازن على مستوى الدفاع، على مستوى الهجوم، وكذلك حتى المنظومة الدفاعية اللي ما كانتش فقط كيرتكزوا فيها على المدافعين، ولا كانت كنا كنشوفوا اللاعب الكعبي اللاعب رحيمي يساندوا الجهة اليمنى مع حكيمي، كنا كنشوفوا من الصغير وكذلك الزلزولي كيساندوا بالعمري، وهذا طبعا بالإضافة إلى مرابط اللي هو صمام الأمان اللي هو كي دائما كيعطينا ذاك التوازن بين الدفاع والهجوم.